أسعد الله صباحكم بكل خير. موجز ليحمل أنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. شن طيران العدوان الروسي غارات على أحياء مدينة حلب المحررة وعلى مدن وبلدات الريف الشمالي، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار والميليشيا الكردية في محيط قرية عين دقنة بالريف الشمالي، تمكن الثوار خلالها من تدمير جرافة وقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا. من جهة أخرى، قصفت مدفعية تركية نقاط سيطرة ميليشيا الوحدات الكردية في قرية حمام بريف مدينة عفرين. تمكنت ميليشيا سوريا الديمقراطية من السيطرة على مدينة الشداد بريف الحسكة بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة، كما سيطرت على قرى سلطانة والطاهر وعواد ومخزوم تزامنا مع غارات لطيران التحالف الدولي على المنطقة. بالمقابل، استهدف تنظيم الدولة بشاحنة ملغمة تجمع للميليشيا الكردية غرب مدينة الشداد. أغار الطيران الحربي على أحياء مدينة عربين وبلدتين الشابية وبالا بريف دمشق، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى مدنيين، في حين دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة الفضائية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، تمكن الثوار خلالها من تدمير دبابة وعطاب عربة BMP. سقط شهيد وجرح آخرون جراء غارات للطيران الحربي على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم الدولة وقوات النظام على التلال القريبة من ناحية مهين ومدينة القريتين. وفي الريف الشمالي، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة تلبيسة، ما أسفر عن سقوط جرحى. قتل الثوار 8 عناصر للنظام في كمين بقرية عالية بريف اللاذقية، وتصدوا لمحاولتهم التقدم على محور برج البيضاء، كما قصف الثوار بقذائف المدفعية تجمعات لقوات النظام في قرية قروجة وحققوا إصابات مباشرة، في حين قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ القرى المحررة في جبلي الأكراد والتركمان. دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على جبهة بلدة حرب نفسة بريف حمال جنوبي، كما قتل الثوار عددا من عناصر النظام قرب بلدة تل الدرة. وفي الريف الشمالي، قصف الثوار بقذائف المدفعية تجمعات لقوات النظام على حاجز شليوط وقرية المنصورة بسهل الغاب. نهاية الموجز، بأمان الله.